dediler. الحكم كحزب العدالة والتنمية إلى الآن تعرضنا إلى العديد من الأزمات وإحاكة للمؤامرات، سواء من دعوة الشعب إلى أحداث الشغب، إلى القيام بعمليات إرهابية، إلى قيام تنظيم جولان بمحاولات المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة، إلى محاولات لإحاكة المؤامرات وتجريد الجمهورية التركية من قيمها ووصولها إلى هذه المراكز العليا. وبحمد الله وبفضله قمنا بإفشال جميع المؤامرات التي تمت إحاكتها ضد تركيا على جميع الصعد، وكنا دائما لا نخاف من هؤلاء الذين قاموا بإحاكة المؤامرات ولا من مؤامراتهم بحد ذاتها، ولكن كنا نحزن وننزعج من وجود أطياف من الشعب كانوا يقفون جنبا إلى جنب مع الذين يشاركون ويقومون بإحاكة المؤامرات ضد الجمهورية التركية أرضا وشعبا. ودائما نحن مفتوحون أمام جميع المقترحات والتوصيات من أجل أن نقوم بجميع واجباتنا ومهامنا، ولكن نحن ننزعج ونحزن من دعم الأطياف الداخلية للتنظيمات الإرهابية والذين يحاولون إحاكة المؤامرات ضد تركيا. نحن من المستحيل أن نغض الطرف عن قيام حزب الشعوب الديمقراطي بدعم تنظيم PKK الإرهابي، هذا بالإضافة إلى قيام حزب الشعب الجمهوري الحزب المعارض الأكبر لقيامه بدعم تنظيم جولان الإرهابي وقيامه بدعم حزب الشعوب الديمقراطي الداعم لتنظيم PKK الإرهابي. عند قيام تنظيم جولان الإرهابي بالمحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة كنا موجودون في الساحات والميادين، وعندما هبطت الطائرة كان السيد كليتشدار أولو زعيم الحزب المعارض متوجها إلى رئيس بلدية باكركوي ليختبئ هناك، ومن ثم يخرج ليقول بأنني لم أقم بهذه الإجراءات وهذه الأعمال، وعلى الرغم من أن هنالك أدلة وإثباتات وصور ومقاطع فيديو وتسجيلات يثبت قيامه بهذه الأعمال والذهاب والاختباء في منزل رئيس البلدية لباكركوي، هذا بالإضافة إلى قيامه بدعم التنظيمات الإرهابية. نحن نحارب بكل قوتنا لأن حزب العدالة والتنمية، رأينا عفوا بأن حزب العدالة والتنمية عندما كان يكافح بأقصى ما لديه من أجل رفع سمعة تركيا، حزب الشعب الجمهوري كان وكأنه عدو يتربص بنا، كان دائما ضدنا في المحافل الدولية. للأسف الشديد تركيا عندما كانت تكافح من أجل استقلالها الاقتصادي من خلال قطاعها العام والقطاع الخاص وبشكل أسطوري، فما الذي قام به حزب الشعب الجمهوري؟ كان دائما مع الأعداء في حربه الاقتصادية أيضا. للأسف الشديد هذه ليست معارضة، هذه ليست أيضا اغتنام الفرص، إنهم يلعبون بمستقبل شعبنا، إنهم يفترون علينا. حزب الشعب الجمهوري
لم يقم بأي شيء سوى أن يكون حقيرا معنا. أصدقائي الكرام، إذا سألتموني ما هو أكثر شيء أفتخر به من خلال حزب العدالة والتنمية، فإن أكثر شيء أفتخر به بأنني استطعنا واستطاع حزبنا أن يتخلص من ديوننا على صندوق النقد الدولي. نحن لا تنسوا بأن كنا مدانين للـ IMF ب 32 مليار دولار، لكننا محونا هذه الديون بالكامل. نحن من قمنا بمحو الديون ومسحها، نحن من أنقذنا تركيا من تحكم وسيطرة صندوق النقد الدولي. لماذا هذا الموضوع مهم؟ هل تعرفون ما هي رؤية ورسالة صندوق النقد الدولي؟ رسالة صندوق النقد الدولي هي التحكم سياسيا بالدول التي تستدين منه، ولهذا فإن صندوق النقد الدولي لا يعطي الديون سوى للدول، لا يعطي ديونا للشركات الخاصة أو للمؤسسات الخاصة. كنا مع في داوس، كنا نتحدث مع المسؤول الأعلى في صندوق النقد الدولي وسألته: أنتم إن أردتم أن تقودونا سياسيا فأنا رئيس الوزراء التركي، ولن أسمح لكم بأن تسوسوا تركيا. أما بالنسبة لديوننا فنحن سندفع لكم تقسيط هذه الديون أولا بأولا، هذه هي علاقتنا معكم، لا علاقة بيننا وبينكم غير هذا، وبعدها لن نأخذ منكم أي قروض. وفي العام 2013 صفرنا ديوننا المتعلقة في IMF صندوق النقد الدولي، وبعدها صاروا يستدونون منا، استدانوا منا 5 مليارات دولار. وقلت لأصدقائي وزملائي في ذاك الوقت: أعطيهم. وعندما رأوا بأننا مستعدون لإقراضهم قالوا بأنهم لن يأخذوا قروضا منا. نحن للأسف الشديد حتى العام 2013 كنا تحت وصاية IMF وكنا تحت سيطرته. جمال جرسل عام 1960 وضع توقيعه هو مع عصمت إنونو رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت على 4 اتفاقيات وضعت أغلالا في أيدينا نحن الأتراك. للأسف الشديد نحن دفعنا بدلا سياسيا هاما جدا لصندوق النقد الدولي. نحن لم ندفع فقط 23 مليار دولار، لا 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 لا، نحن أيضا أزلنا أغلالا سياسية هامة عنا، وإلى أن دفعنا آخر تقسيط لنا وصفرنا ديونا لمدة 50 عاما عنا، بقينا تحت سيطرتهم. المعارضة الداخلية في تركيا جنت عندما دفعنا آخر دين علينا، ولهذا فإنهم قاموا بإحداث جزي، حديقة جزي. وللأسف الشديد فإن بعضهم يقولون لنا بأن دفع الديون لصندوق النقد الدولي ليس هاما. لا، نحن نقول بأن علاقتنا مع IMF انتهت، الآن نحن نبحث عن استثمارات لدولتنا. إن كانت هنالك استثمارات خارجية تأتي لدولتنا فإن أبوابنا مفتوحة، فليتفضلوا. لكل من يأتي للاستثمار في بلدنا: تفضلوا لبلدنا، نحن نعرف بأن الاستقلال السياسي هام وأيضا الاستقلال الاقتصادي هام جدا. ولهذا نحن نقول بأن تركيا اليوم تركيا لن تحتاج
لصندوق النقد الدولي في يوم من الأيام. الحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء، مؤشراتنا الاقتصادية أفضل بكثير من المؤشرات الاقتصادية للكثير من الدول. وهذا الصباح قال لي وزير الخزينة والمالية بأن وضعنا المالي جيد جدا، وخاصة البنوك وقروض القطاع الخاص والكثير من قطاعات تركيا وضعها أفضل حاليا. بإمكاننا أن نقول بأن ديوننا بالنسبة للدخل غير الصافي هو 28%. نحن وضعنا أحسن بكثير من الدول. وفيما يتعلق في دول الأوECD فإن هذا المتوسط في الأوECD هو 111%. أما بالنسبة لديون العائلات والأسر فإن ديوننا هي 16%، ونحن لا نستدين بالعملات الصعبة. هذا أمر هام جدا. أقول لكم وضعنا ماليا أفضل بكثير من كثير من الدول. نحن ديون العائلات لدينا أفضل من ديون كثير من عائلات الدول حوالينا. وبالشكل ذاته 60% هو ديون العائلات بالنسبة للدخل العام غير الصافي. وأيضا نحن أدنى بكثير، ديوننا أدنى بكثير من ديون متوسط دول العالم والحمد لله، ومن دول متوسط الأوECD. أما بالنسبة للدول النامية فإن وضعنا أفضل بكثير. فديون هذه الدول بالنسبة للدخل غير الصافي لها هو 94%. الكثير من الاقتصاديين يشيرون إلى الوضع الاقتصادي الجيد التركي، والحمد لله رب العالمين. فإن ديوننا أدنى بكثير من متوسط الدول عالميا، وأكثر بكثير من دول الأوECD، وأفضل بكثير من الدول المحيطة بنا. وأيضا فيما يتعلق بمتوسط ديوننا بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام وبالنسبة للأسر فإن وضعنا ممتاز. تركيا لديها نظام اقتصادي ومالي ممتاز، وهو صارم وحازم، ولهذا فإننا نسيطر على ديوننا بشكل قوي وسهل. والهجمات الاقتصادية الأخيرة التي جوبهنا بها في اللحظة في الفترات الأخيرة فيما يتعلق في شهر أيلول أثرت على شهر أيلول، هذا أثر على ديون تركيا في شهر أيلول بشكل خاص. نحن نريد في نهاية هذا العام أن نزيد على ميزانيتنا بمقدار 5 مليارات ليرة في العام. إذن نحن ليس لدينا أي علاقة بعد اليوم كما يقال لنا مع IMF وغيرها. تركيا بعد اليوم أغلقت علاقتها مع IMF بشكل كامل. وعلى الرغم من هذه الحقائق الواضحة فأن هنالك بعض الأطراف التي تثير موضوع صندوق النقد الدولي، لكنهم لن ينجحوا. أصدقائي الكرام، نحن الآن أقول لكم لا يوجد لدينا نظام سياسي في دولتنا يرجع بالIMF لدولتنا كما فعل حزب الشعب الجمهوري قبل الآن. هل تتذكرون أيام مساعدات مارشال الأمريكية؟ هل تتذكرون ماذا طلبوا منا عندما قدمت لنا الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مارشال؟ إننو رئيس الوزراء التركي السابق، زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، انظروا إليه هنا، هل ترونه؟ عصمت إننو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وترون العلم الذي بيده ليس علما تركيا،
رجاء أمعن النظر، هو علم أمريكي، هذا هو زعيم حزب الشعب الجمهوري، هذا هو تاريخهم، هذه طريقة تفكيرهم، لم يتغيروا. لماذا يحمل العلم الأمريكي بيده؟ لأنه يشكر الأمريكان، هذا هو السبب. والآن في جنوبنا هنالك جنود كوماندوز أمريكيون يحاربون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين. من هم هؤلاء الإرهابيون؟ وحدات حماية الشعب، حزب العمال الكردستاني، قوات سوريا الديمقراطية. من هم هؤلاء؟ هم أيضا يتعاونون مع حزب الشعب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري. ومن يقاتل ضدهم؟ الجيش المحمدي التركي. ومن الذي ينتقد الجيش المحمدي التركي؟ هو حزب الشعب الجمهوري. من الذي تسبب في استشهاد 8 من الجنود الأتراك في الأيام الأخيرة؟ أليس هو حزب العمال الكردستاني؟ ومن الذي يدعم حزب العمال الكردستاني؟ هو حزب الشعب الجمهوري. هل سمعتموهم ينتقدون حزب الشعب الجمهوري؟ لا أبدا. حزب الشعوب الديمقراطي أيضا، هل سمعتموه ينتقد حزب العمال الكردستاني؟ لا أبدا. أنتم من تحاولون أن تضحكوا على من؟ تحاولون خداع من؟ نحن لن ننخدع لكم، نحن لن ننخدع لحزب ساسه عصمة إننو قبل الآن، لن ننخدع لحزب أزال كل مشاريعنا الوطنية لطلب الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك، لن ننخدع لحزب أغلق كل مصانعنا بطلب أمريكي واحد. سأريكم بعض أخبار الصحف في الأعوام 1940. كما تعلمون، دعونا لا ننسى، لقد كان حزب الشعب الجمهوري سائسا لتركيا، يقود تركيا، حاكما لتركيا. و في تلك الفترة، في 4 تموز 1940، تركيا بدأت بالحصول على مساعدات مارشال الأمريكية. انظروا إلى هنا، هذه أخبار الجرائد هنا. سيد كمال كلشدارولو، دعني أذكرك، أنت من أغلقت المصانع، حزبك من أغلق المصانع والمعامل التركية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسه ترومان 420 مليون دولار خصصه لتركيا ولليونان. هذا كذب. انظروا إلى هذه الصحيفة، 40 مليون دولار لكنها لم تذهب إلى تركيا بشكل من الأشكال. والأهم من ذلك، ميزوري، البارجة الأمريكية ميزوري، حطت رحالها في المياه الإقليمية التركية. هنا انظروا في صحيفة الجمهورية، هنا هل ترون الألعاب التي خدعنا بها؟ والسيناتور، نعم، مجلس السيناتو الأمريكي قبل بالمساعدات الأمريكية لتركيا. هل ترون هذه الأخبار؟ الولايات المتحدة الأمريكية أن أعطتنا مساعدات لإنهاء تصنيع الطائرات في تركيا. قالوا لنا لا تصنعوا الطائرات، نحن نعطيكم الطائرات. قيل لنا بأن لا نصنع طائراتنا. هذه المسيرة، مسيرة التصنيع الحربي الجوي التركي، أوقفت بالمساعدات الأمريكية. ومشاريع
هركوش ومشاريع تصنيع الطائرات العسكرية التركية كلها أوقفت من قبل حزب الشعب الجمهوري في الأربعينات. وحزب الآن حزب الشعب الجمهوري يتهمنا بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي. أنتم عليكم أن تنظفوا ماضيكم. أنتم حزب استقبل المساعدات الأمريكية قبل 70 عاما وما زلتم تدافعون عن نفس المساعدات حتى الآن. العالم كله تغير، تركيا تغيرت، المنطق السياسي والاقتصاد تغير، لكن حزب الشعب الجمهوري لم يتغير. هذا ليس استقرارا، هذا اسمه البدائية والرجعية. نحن ندافع عن تقدم تركيا، ندافع عن أن تجعل تركيا من نفسها دولة متقدمة، لكن حزب الشعب الجمهوري ما زال بنفس التفكير. إن بقينا على طريقة نفسها في التفكير في حزب الشعب الجمهوري فلن نتقدم قيد أنملة. هذا الحزب لن يجعلنا نتقدم، لن يجعلنا إلا نرجع للخلف. الشعب رأى تراجعه أمام هذا الحزب ولم يعطيه أكثر من 20% من أصواته. وأعتقد بأن حزب الشعب الجمهوري سينهزم مرة أخرى في الانتخابات المحلية في العام 2019. هم لم يقوموا بأي مشاريع، بأي خدمات، بأي شيء تقدمي، فقط قاموا بالدوس على كل قيمنا. وشعبنا أعطاه درسه. إذن نحن سنستمر في التعامل مع شعبنا بالطريقة التي يريدها بنا شعبنا. علينا أن نحافظ على مكان شعبنا، على مكانتنا لدى شعبنا. هذا أمر هام جدا. وعندما نستطيع أن نخدم الشعب التركي فإننا سنكسب البلديات والمحافظات التي تركض وراء حزب الشعب الجمهوري. هم يستغلون مبادئ الأتاتوركية لصالحهم. والآن نحن نعمل من أجل خدمات من القلب لشعبنا. الانتخابات المحلية سنكسبها من خلال تقديم خدماتنا لشعبنا. نحن أنا كشخص أمارس السياسة منذ 40 عاما أقول لكم بأن علينا أن نقدم خدمات أفضل للشعب التركي في المستقبل. نحن علينا أن نعمل ككوادر حزب العدالة والتنمية من أجل الوصول لقلب الشعب التركي. إخوتي، سياسة حزب العدالة والتنمية سياسة عقلية ووجدانية في الوقت ذاته. نحن حتى نعرف إن كان أي عمل نقوم به علينا أن نقيسه من خلال وجدانيا، من خلال ميزان الوجدان. وعلينا أن نحكم وجداننا ووجدان الشعب من أجل أعمالنا. عندما نتكلم عن العدالة والحقوق والقانون فإن علينا أن نضع ميزانا رابعا وهو الوجدان. أي عمل وقانون لا يكون متماشيا مع الوجدان فإنه قانون محكوم عليه بالفشل. وأي عمل لا يتعلق بالوجدان فإنه غير هام. حزب العدالة والتنمية وكوادره كوادر تعمل بالعمل الوجداني. الوزراء والموظفين
الذين يعملون في حزب العدالة والتنمية هم أناس يعملون وفقا للقانون ووفقا للأعراف والوجدان التركي. في الأيام الأخيرة نحن نشهد بعض العروض في الأيام الأخيرة فيما يتعلق في العفو العام وقوانين منع استغلال الأطفال جنسيا. نحن كحزب العدالة والتنمية فإن أهم مقياس لدينا هو الوجدان. مهما كانت العرض قادما من شخص أو ما أو من طرف أو ما، مهما كان الطرف القادم منه هذا العرض، فإن أهم شيء هو وجداننا. لقد رأينا الكثير من العفو العام في الماضي. كل العفو العام في الماضي كان يأتي من الاستثمار السياسي وتأتي من خلاف حسابات سياسية. نحن لا نريد عفوا عاما يأتي من مصالح سياسية. رأينا هذا في الماضي، رأينا العفو العام من رحشان أجاويد، ورأينا عفوا عاما من غيرها. نحن لا يمكننا أن نخطو نفس الخطوات. نحن أعطينا تعليماتنا لوزير العدل ولتشكيلات حزب العدالة والتنمية المهتمة بشؤون الحقوق والعدالة، وقلنا بأن علينا أن نصدر قوانينا ليست لا تعتبر عفوا عاما، وعلينا أن نعمل وفقا للقانون والوجدان. وطلبنا من الكوادر أن تخطو خطوات هامة. قيل لنا بأن السجون امتلأت، لكن لا يمكننا أن نصدر عفوا عاما من أجل عدم امتلاء قانون، من أجل إفراغ السجون. إذن سيسألوننا لماذا عفونا عنهم بهذا الشكل؟ ولهذا علينا أن بشكل قوي جدا علينا أن نعمل بشكل عادل من أجل العدل، من أجل القوانين، وليس من أجل عفو عام يأتي خلال دقائق. العدل يتطلب الحقوق وليس القانون فقط. الحقوق هو إعادة الحقوق والحق لصاحبه. علينا أن نعمل وفقا لمبادئ العدالة والقانون. علينا أن نري كل الأوساط في الداخل والخارج والدول في الخارج بأننا نعمل وفقا للحقوق في فلسطين والبوسنة وقبرص والعراق وسوريا وليبيا والخليج العربي. في كل هذه المناطق دائما يجب أن نعمل وفقا للوجدان والأخلاق والحقوق والعدالة. واليوم والغد سنستمر في طريقنا بنفس الطريقة. فيما يتعلق في أجندتنا علينا أن نقيس الأمور وجدانيا قبل أن نعطي قرارات عاجلة. في الماضي كان هنالك عفو عام أكثر من مرة، لكن هذا العفو العام جرح مفهوم العدل في تركيا. الآن إخوتي الكرام، أنا أعتبر هذا الاجتماع بدءا لحملتنا لانتخابات 2019 المحلية. علينا أن نجد أفضل المرشحين وأكثرهم عدلا وأكثرهم لباقة ولياقة من أجل هذه الانتخابات. وعليكم أن تعرفوا بأنني سأتابع كل أعمال الانتخابات. لن أسمح لأي إهمال أو خطأ ليوم الانتخابات، وسأعمل جاهدي كل جهدي من أجل
أن تكون حملة انتخابية على أفضل ما يمكن، وأتوقع منكم نفس الشيء. أريد منكم أن تساهموا كما ساهمتم دوما من أجل انتخابات أفضل لحزب العدالة والتنمية، وأريد منكم أن تتذكروا بأننا شعلة من أجل أطفالنا وشبابنا في المستقبل. أي عمل نقوم به حاليا، الأمر الوحيد الذي يجب أن نهتم به هو رضا الله وحب الشعب. حتى اليوم لم تخذلوني، وأعتقد بأنكم لن تخذلونني في هذه الانتخابات أيضا. ومرة أخرى أشكر لكم انعقادكم في هذا اليوم الجميل، وأتمنى أن يكون اجتماعكم اجتماعا خيرا، وأرجو الله عز وجل وأدعوه بأن يبارك اجتماعكم ومساعيكم. أشكركم كلكم، أشكر كل فرد منكم، وأرجو الله عز وجل التوفيق لعمل كل واحد منكم، فليجعل الله منكم ومن عملكم ناجحا سليما. وأحييكم كلكم بكل حب واحترام، بارك الله بكم.